السلام عليكم خوتي، عندنا اليوم موقع للتعدين، موقع حقيقي ولديه سنوات ولديه إثبات سحب. المهم قبل بداية الفيديو نصلي على الحبيب مصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الموقع يأتيك بهذه الوجهة، تضغط على التسجيل، تضع هنا اسم كما تشاهدوا، هنا يوزر نيم، هنا باسورد، إعادة الباسورد، الإيميل، تعيد الإيميل، تضع كلمة سرية هنا، يعني مثلا سؤال وانت تجاوب عليه تكون تعرفه انت فقط. هنا تضع المحفظة تاع البيتكوين، تريسوالات او البينانس او فوسات باي، كذلك الدوكوين واللايت كوين اثيريوم. من الأفضل تحط البيتكوين والإيثريوم، لأنك عندما تقوم بالتعدين التعدين يكون عن طريق البيتكوين، تقدر تحولهم بيتكوين مباشرة أو تجدهم هناك بونص يأتيك تقدر تسحبه مباشرة على اللايت كوين. ثم تضغط كاباتش وتضغط أونجستري. هذا كل ما في الأمر. بعد ما تفتح معنا الموقع بهذه الواجهة كما تشاهدوا، هنا في الأعلى هنا تجدون التعدين تاعكم بيتكوين، هنا هذا قابل للسحب. وهنا الخطط، يعني هنا تأتي له هنا تضغط هنا الخطط، يعني كيفاش تشري الخطة كما تلاحظوا، 50,000 جيجا هاش، 500 جيجا هاش، تشتريها ب50,000 قطعة ساتوشي، وهكذا كما تشاهدوا. هنا تختار يعني الإيداع تاعك كيفاش يكون، عن طريق البيتكوين أو الإيثريوم أو الدوش كوين أو تي آر إكس، ولكن ما ننصحكمش باش تقوموا بالإيداع، اللي حاب يقوم بالإيداع على المسؤولية تاعو. ومن يريد الإيداع مثلا عن طريق البيتكوين يضغط هنا وتأتي لهنا، تضغط هنا يا هنا هكذا، تنتظر عندما تضغط يأتيك بهذه الواجهة، تقوم بنسخ الكود هذا، الرابط هذا العقد، وترسل عليه العملة، تنسحب هذا العقد هذا كوبي، وتذهب إلى المحفظة تاعك وترسل هذه القيمة 0.3، يعني 50,000 قطعة من عملة البيتكوين ساتوشي. ولكن كما قلت لكم، اللي حاب يقوم بالإيداع يقوم على المسؤولية تاعو. تأخذ هنا هذا الرابط، تنسخ هذا العنوان الذي ترسل عليه العملة، ثم تأتي تذهب إلى محفظة تاعك بيناس أو أي محفظة، ترسل قيمة 50,000 ساتوشي من البيتكوين كما تشاهدوا. خمسين ألف بيتكوين يعطيك 500 جيجا هاش، والتعدين يكون 0.3 كما تشاهدوا هنايا، لكن على المسؤولية تاعكم اللي حاب يقوم بالإيداع. وهنا إذا ضغطنا باش نقوم بالسحب كما تشاهدوا، هذا هو السحب تاعي اللي قمت به سابقا، وصلتني العملة. سحبت على البيتكوين، سحبت على يعني على اللايت كوين كما تشاهدوا هنايا. اول ما تسجل المرة اول مرة يعطيك بونص، تقدر تسحب مباشرة اللايت كوين، هذا يعني شيء معروف.
الحد الأدنى للسحكي بتشاهدوا هنا هوليك. الآن يعني نقدر نسحب أونتري الأموت، شوف شحال عندي. أنا كي 0.3 أصفار 3، كيما تشاهدوا هنايا بينديك ويدراو 0، جيجا هاش 0. انا مانيش زعما باش نقوم بالسحب الان، لاني ما نقدرش، لاني ما كنتش نخدم على الموقع، ولكن راح نسحب على عن طريق البونتي، يعني ننشر فيديو نرسل الادمن باش يرسل لي العموله. الان نروحوا نشوفوا البونتي، عندي بزاف الموقع ما خدمتش عليه. اللي حب ينشر فيديو او على الفيسبوك دوك ندخلوا وتتحقوا من المسكو كيفاش نقوموا بالباونتي. نضغط هنا عليك، هنا 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 هكذا في الاعلى، يعني شوف الموقع هذا رابحين رابحين، ما تقلقوش راحتكم كاع. اول ما تسجل او حاجه باينه مدلك بونص، تعدن بعدين يعني مدلك بونص وتعدن تسحب العمله تاعك مباشره، يعني بطريقه مجانيه كما تشاهدون على فيسبوك. يعطي لك بونتي، يعطيك 0.01 USDT حتى ل 50 دولار كما تشاهدوا. كما تشاهدوا خوتي هنايا واش عندنا، يقول لك مشاركة ترويج المحتوى إلى مجموعة صفحة المعجبين، يعني في الدردشة مكافأة تصل من 0.01 دولار إلى 5 دولارات على الدردشة، مكافأة من 1 دولار إلى 10 دولار تضع فقط هذا، يعني هذا يعني اسم الموقع وتضعه على الدردشة أو تنشره على مجموعة الفيسبوك. عندنا هنا ايضا من مكافاه من 1 دولار الى 10 دولار ايضا تنشئ صفحه المعجبين، يعني دير صفحه وتنشر المقاله على هذا الموقع وتربح من 1 الى 10 دولار مع ترويج المحتوى، مكافاه من 0.01 الى 5 دولار طاق، يعني طاق فرند، يعني ترسل صديق تاعك، اجعل غرفة الدردشة 20 شخص على الأقل لمكافأة من 1 إلى 50 دولار كما تشاهدوا. عندنا أيضا هنايا اليوتيوب، عندنا مدة المدة على الأقل 3 دقائق من 1 دولار إلى 500 دولار، يعني تنشئ محتوى فيديو مثل ما أفعل أنا وتنشر، يعني يكون عنوان تاع الفيديو تاعك، تضع الاسم هذا اسم الموقع، قم بعمل فيديو حوله في الفيديو الاستثمار ذا صلة من 0.01 إلى 5 دولار. عندنا أيضا هنايا تيك توك، أيضا تقدر تشارك تدير محتوى على تيك توك في أقل من 30 ثانية 1 إلى 500 دولار. عندك أيضا تيليجرام مكافأة من على الأقل 20 شخص 1 دولار إلى 500 دولار على قناة، اللي عنده قناة تيليجرام. وهنا أيضا أقل من 20 شخص 1 إلى 500 دولار. ديسكورد ديسكورد أظن عندكم الكل عنده ديسكورد. عندنا أيضا واتساب، يعني البونتي هذا تاعهم يعني للجميع، ماشي ليس فقط لأصحاب منشئ المحتوى لكن جميع الشخص. مثلا عندك مجموعة على داخل انت في مجموعة على الفيسبوك، تقدر تدخل على مجموعة على الفيسبوك هذاك وتنشر مثلا محتوى، تكتب يعني ماشي شرط دير فيديو، تكتب يعني مادة ترويجية قال هذا الموقع موقع التعدين حقيقي يعني وفيه بونس، ودير اسم الموقع وتكتب، كل واحد يكتب كما يحب هو، اخي تعرفوا تنشروا على المواقع. وكل هذا ما في الامر. موقع الويب ايضا 1 دولار 500 دولار،
مدونة اللي عنده بلوجر انستغرام، يعني البونتي هذا للجميع، الكل يقدر يربح من هذا الموقع بدون استثناء. حتى تكون ما عندكش قناة تقدر تربح مباشرة، تدخل فقط تقرأ نقلة الكومانايا وزيد تقرأوا انتوما تفهموا أكثر. وهنا خاوتي في الأسفل هنا كما تشاهدوا كيف تطلب المكافأة الخاصة بك. إذا مثلا نشرت على الفيسبوك أو التليجرام أو الانستغرام أو من شيء من هذا القبيل، ترسل لهم عبر البريد الإلكتروني، تدخل الجيميل تاعك أو الياهو، تنسخ هذا الإيميل الخاص بهم وتضع اسم المستخدم الخاص بك، تكتب اسم المستخدم وتضع لقطة الشاشة الخاصة بك. يعني لما تنشر على الفيسبوك دير لقطة الشاشة، وأيضا رابط التدوينة أو الرابط الخاص، يعني إذا درتوا على تيليجرام أو درتوا على فيسبوك تعطيهم رابط لكي يتأكدوا أنك صح وضعت نشرت على الفيسبوك أو تيليجرام أو من هذه القنوات. وهنا يقول لك نحن نستخدم شخصا حقيقيا لرؤية بريد الإلكتروني والتحقق منه، لذا لا تغش في المكافأة نظام الإحالة. الغش يتم تجميد حساب تاعك. قال لك في أقل من 72 ساعة يتم المراجعة وإضافة المكافأة. فهمتوا خاوتي؟ يعني اللي عنده قناة مثلا، عنده يدخل على مجموعة تاع فيسبوك، ينشر يكتب شيء من هذا القبيل وينشر على هذا الموقع ويكتب اسم الموقع مثلا كما تشاهدوا هنايا، يكتب اسم الموقع هذا هكذا هذا فقط وينشره على التدوينة مهما كانت. وإذا كان مثلا اليوتيوب يرسل لهم رابط اليوتيوب مباشرة. هكذا خاوتي ترسلهم على رابط الخاص بهم، لأن عندهم هما عنوان، ترسلهم على العنوان الخاص بهم. نظن هكذا راكم فهمتوا الطريقة كيفاش. مع انك يعني اول ما تدخل المره يعطيك بونص وتقوم بالتعدين وتربح العمله وتسحب اللايت كوين مباشره وتسحب عمله البيتكوين مباشره. ومن بعد يعني اذا تقدر تجيب احالات تجيب، ما تقدرش تجيب الاحالات تخدم على البونتي. وعندك كل ثلاث ايام تنشر لهم فيديو او دير نفس الطريقه وهما يرسلوا لك العموله تاعك مباشره. انا ما درتهاش الحقيقه لاني سجلت عليه ديت المكافاه تاع التعدين وغلقت الموقع اليوم برك فتحته. رابط الإحالة تاعك تجده هنا كما تشاهدوا. هذا هو رابط الإحالة، نسخ، هذا هو ريفيرال تاعك خاص بك. هنا يقول لك تعدين البيتكوين خاص بك الآن، يبدأ تعدين. لو ضغطنا أنا هنا على حساب كما تشاهدوا، المهم كان هذا هو الشرح خاوتي. الموقع هذا رسمي وحقيقي ولديه سنوات ويعمل ولديه إثبات سحب انسحبت منه. وإذا ما تأكدتوش ولا ما حبيتوش ما عجبك كما تشاهدوا الآن، أنا ضغطت على بداية التعدين. الموقع درك الآن بدأ يقوم معي بالتعدين كما تشاهدوا. كي تشوفوا الخانة هذه الخضراء كما تشاهدوا، تشوف فيها الخانة هذه كي تضغط عليها البيتكوين الموقع يبدأ يقوم بالتعدين. اوكي، كان هذا الشرح خاوتي كما تشاهدوا هنايا هاوليك. هذه شهادة خاصة بالموقع، يعني معترف به الموقع هذا وليس يعني موقع خراء، موقع يعني نصب واحتيال، موقع رسمي هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.